يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة صلصة البيتزا بطريقة سهلة جدا وبسيطة، لان الطريقة دي انا ما بغيرهاش ابدا، لان طريقة التحضير بتاعتها ولا ابسط، ما فيهاش افتكاسات كتير، ولا هنشوي بقى ولا هنقلي ولا هنعمل اي حاجة، بس في الاخر الطعم بجد بيطلع حكاية. يلا الاول افكركم قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا الخير النهاردة بالاشتراك في القناة واللايك والشير، علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في حلة على نار هادية وحطيت فيها كيلو من الطماطم. الطماطم بعد ما بغسلها بعمل فيها كده فتحه من فوق على شكل علامه الزائد. مع الطماطم احط قرنين من الفلفل الاخضر الحار والرومي، ولو عندك كمان فلفل احمر بيكون حلو جدا، ورقتين من الزعتر انا زرعهم عندي في البلكونه، وكان فص ثوم كده حلوين، وبصلايه متقطعه 4 وربع كوبايه من الميه. معلش باقي الاضافات مش عارفه الكاميرا ما صورتش ليه. المهم ان انا بعد ما حطيت الميه بغطي عليها وبسيبها شويه لغايه لما الطماطم والمكونات دي تستوي شويه، وبعد كده هنقشر الطماطم بمنتهى السهوله، يعني بمعنى اصح كده بنسلق المكونات دي كلها. بعد ما قشرت الطماطم حطيت معلقتين كبار من هريسه الفلفل الاحمر الحار، وبعدين ضربتهم بالهاند بلندر. المكون بقى اللي ما بستغناش عنه ابدا في اي صلصه هم شريحتين كده من البنجر، حطيتهم برده وضربتهم مع الصلصه بالهاند بلندر عشان بيدوا لون حلو جدا، وغير كده هو مفيد جدا. ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم ممكن تستبدليها بالكاتشب. اما بقى التوابل البودر فهتكون عباره عن معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره مليانه من الزعتر، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الروزماري، نص معلقه صغيره من الحبهان، رشه من جوز الطيب، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الجافه، ونص معلقه صغيره من الجنزبيل البودر. اهم حاجه فيهم طبعا واللي ما ينفعش ابدا تستغني عنها هو الزعتر، لان صلصه بيتزا يعني زعتر. وبس كده، وهتقلبي بقى التوابل دي مع الصلصه، وهتغطي الحله على نار هاديه وتسيبي بقى الصلصه تتسبك جدا لغايه لما تنشف. اهم حاجه ان الصلصه تتسبك كويس وما يكونش فيها اي ميه، علشان لما تيجي تستخدميها على البيتزا يكون قوامها تقيل. وبس كده، وعملت احلى صلصه بيتزا بجد، كانت ريحتها وطعمها حلوين جدا. ولا بقى بشوي المكونات دي في الفرن ولا الدوشه دي ابدا، لان هي في الاخر صلصه البيتزا اصلا عباره عن توابل وزعتر مش اكتر من كده يعني، وزيت زيتون طبعا، بس انا زيت الزيتون بستخدمه يعني وقت الحشو، ما بستخدمهوش كده على الصلصه. انا لما ببقى عارفه مثلا ان انا بكره هعمل بيتزا، لازم من قبلها بيوم بالليل بعمل محلول كده عباره عن نص كوبايه من زيت الزيتون، وفي كام فص كده من الثوم متقطعين لقطع صغيره، وبرده زعتر، ويا سلام لو الزعتر فريش. وبغطي بقى الكوبايه دي لتاني يوم لغايه لما اجي اعمل البيتزا، بيكون ريحتها وطعمها مش قادره اقول لكم بيبقى عامل ازاي. انا عملت معاكم البيتزا قبل كده، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعها في صندوق الوصف. والاحسن ان انت تعملوا صلصه البيتزا دي بكميات وتسيبوها احسن في الفريزر، علشان بتستخدم في حاجات كتير طبعا غير البيتزا. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم، علشان سهله بس في الاخر ريحتها وطعمها حلوين جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، بس لو سمحتوا ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه واللايك والشير، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بحبكم في الله.